رح انجرب لك سلالة سل كهينة كهن لك فوق الخيال فوق الخيال. وانت شو الله جابرك تتحملي؟ غصبا عني عم اقول لك رح انجرب. والله هلا لو كاتبة هيك شخصية بمسلسل من مسلسلاتي ما بيقولوا اني عم بعلق. ليه انت رح تبقى عندك؟ رح ترجع ستة من المانيا بالسلامة. وقت بقلكم الزواج مصيبة ما بتصدقوني. الله يمرق هالشهرين ثلاثة على خير بدون ما انجلط. لا رنا عم بالغي شوي. والله ما عم بالغ. بس الحق معكم ما تصدقوني. لأنه مين بيقول إنه هيك بنت فصعونة بيطلع منها كل هالحكي والتصرفات؟ بتعرفوا؟ هلا بتشوفوا بعينكم وبتحكموا. رنا بعرفك طيوبة ولا اشتغل شغل مرت الأب؟ البنت لسه ما قطع عمرها 8 سنين. لساتها طفلة بريئة. صباح الخير. صباح النور. أهلاً وسهلاً. أهلاً وسهلاً. يقبرني يا الصباح. زي حضرتك يا طنط. أهلين يا روحي. يا أهلاً وسهلاً. يا أهلاً وسهلاً. ده إيه الصباح الجميل ده؟ شرفت ونورت والله العظيم. وانت يا قمر يا منور صباحك فل. إيه ده؟ انتوا ما بتشربوش حاجة؟ ياسمين؟ 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 شوي كيك كراسان عشان نفطر مع بعض ويبقى ما بيننا عيش وملح ان شاء الله. يا اهلا وسهلا. لو حطيت 10 حتت الشاي ده مش هيبقى حلو زي مسلسلاتك اللي انت بتعمليها. يا حياتي. على فكره يا طارق احنا عندنا في مصر متابعين كل الحاجات اللي انت بتكتبيها للتي في خصوصا مسلسلك الاخرين. كان اسمه ايه يا نانسي؟ كان اسمه ايه؟ كان اسمه طعم الحب. ايوه طعم الحب. كان عمل يجنن. والدكتوره كم حته سكر؟ 3. خليهم 4 عشان الشاي ده يبقى حلو زيك. ولا برج الحمل ما بيحبش السكر؟ لا وانت شو عارفك انه برج الحمل؟ يا مالك ورقتك بيقولوا كده. يسلمون يا قمر يا. وجميلة الجميلات عالية كم حتة سكر؟ أنا واحدة بس. عشان الدايت. غريبة قوي مع إن جسمك عامل زي جسم المانيكان. اتفضلي يا طن. يسلموا إيديك يا حبيبتي. وده بقى فنجان شاي حبيبة قلبي طنطرن. اتفضلي. وحتتين سكر زي ما انت بتحب. شرفت ونورت. على فكرة يا طنطرن أنا جوه. لو عصت حاجة قولي جزر. جزر هتلاقيني عندك على طول. قلت لنا شو هان؟ البنت بتاخد العقل. ده أنت اللي قمر يا قمر. حبيبة قلبي. شو هان؟ بتعرفوا حاسه حالي عم شوف فيلم مصري لانه رجلي ونايمه عاكف. بس للاسف رح كمل اطيب فنجان شاي بشربه بحياتي واحمل حالي واروح على المشفى لانه عندي منار. يعني انا كنت متعقده من بنات اختي بس هالبنت مو طبيعيه. بتجنن رنا. بتجنن ما شاء الله عليها. ايه والله بتجنن. ايه والله بتجنن. لطيف شو عم يجعني راسي. سلامة قلبي. فش علي فش. منين طلعت لي هاي نانسي؟ منين؟ يا ستي بس فاجأتني بتصرفاتها. مو معقولة البنت شو ظريفة. قال عم تتعامل معنا مثل الكبار. كل اتيكيت وأكابرية. خليكي متفاجئة فيها دخيلك. أنا بقى كل يوم عم بتفاجئ فيها تقبريني. كل يوم تحضر لي مفاجأة. خلص رنا حاش تكبريها للقصة. كسبيها للبنت وسايريها. كل ما قربتي منها كل ما قربتي من جوزك. هلا شو بدك فيني بقصصي؟ احكي لي لشوف. مشي حال نصايح امك تبع الهشتك بشتك. مشي الحال. بس شو؟ بس مو هذا الاهتمام اللي انا بدي اياه. هبه جننتيني والله جننتيني. شو اللي بدك اياه؟ والله ما عم بفهم عليكي. شو بك اليوم رنا؟ ليش هيك مالك عم تجمعي معي؟ انا بدي نبيل يحس فيني. بتعرفي شو يعني انه الواحد يحس فيكي؟ لمسه دافيه هي اللي بترضيني. كلمة بتحرك مشاعري. كلمة بحبك. يا الله شو بتعمل فيني هالكلمة؟ انت كتير رومانسية يا بنت.
بس هيك رح تتعذبي كثير. شو؟ الظاهر مقضية مراهقتك وانت عم تقري روايات عبير؟ ايه ستي، انا رومانسية وافلاطونية وما عم بقدر لاقي حل لهالمصيبة اللي انا فيها، شو اعمل؟ والله خجلتوني، ليش هيك معذبين حالكم؟ إيه انا جاي اشوفكم اطمن عليكم. يعني شو؟ يعني بدك انا بعد هالغيبة الطويلة تطلعي من عندنا من غير غدا؟ ان شاء الله بيعيشوا دياتك على هالكبة، بتاخذ العائلة صحة وهنا. صحة على قلبك. ماما وسيم كيف لها لخالي معليها سلطة؟ يا عيني. شو وينه ابو عصام؟ والله بالمحل. وان شاء الله بنت عصام ما عم بتعذب وهادية. تقبر قلبي مثل النسمة. عقبال عن بنات بنتي يكونوا هيك مثل النسمة. هلا الاولاد صغار كلياتهم بيتشاؤوا مني وصغار، بس يكبروا بيهدوا وبيركزوا. الا وسيم الله يرضى عليه. ما عذبني ابدا. تقبر قلبي. ما حسيت فيك ابدا انت وصغير. الله يسلمه ويحميه يا رب. والله خجلتوني يا جماعة. ايه ولا تخلص الزيارة اللطيفة. عليك هيك الفصل يا عم عصام. واخيرا غادي صباح النور. ليش هيك عاشق حالك؟ خلص خذ هدول وانا باخذ هدول كمان. ما تعذب حالك. لا اسمع 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 اسمع. يا ابو هادي ابو هادي ما راح نشتغل الدرج اليوم. طول بالك طول بالك، خلص انا بشوف شو بدي اكمل انت. يا الله الله يعطيك. ها اهلين موفى. مرحبا يا هيثم. اهلين حبيب قلبي. اهلين، شفتني ابو هادي؟ ايه ساعدته بزقص طول المي بده يشطف الدرج. استغفر الله العظيم على هالشغله هي. قال يا مستعجل وقف لك. خير ليش شو في؟ يا حبيبي انا عم بطبخ، خلصت جبت الغاز وعندي عزيمه على الغداء، وابو هيثم ما هون لحتى يبدل لي اياها. وشو هالهم العظيم؟ تكرم عينك انا ببدل لك اياها. مبروك، الله يخلي لي اياك يا موفق يا حنون انت. وين حاطه الجره المليانه؟ على البرندة تقبر. خلص تكرم عينك، ولا بتكوني متضايقه؟ روح الله يوفقك ويحميك ويخلي لي اياك وينول لك امرادك يا حق يا كريم. بعدين تاني بعدين الله يخليك، والله مالي فاضي للقصص هلا. بس حضرتك حددتي موعد المقابله. كم وحده تقدمت للاعلان؟ 35. وبدك كان يضيع وقتي لاستقبل 35 متقدمة واختار منهم سكرتيرة؟ بس حضرتك ما بتقبلي غير انه تولى انت المهمة، غربلهم ليصيروا خمسة وبعدين انا بختار الاجدار. المواصفات المطلوبة؟ دايما اسئلتك بتدهشني بتذهلني. صار لك عم تشتغل معي 5 سنين وجاي هلا تسألني هذا السؤال بوشي؟ يا الهي يا الهي. خير تايم؟ لسه في شيء؟ ما في شيء. عن اذنك. تفضل. المواصفات المطلوبة قال، شو بدها تكون يعني سكرتيرة فتحة سقف؟ ما قصني أنا مشانين. ألو؟ أهلا وسهلا بأستاذتنا الكبيرة. هلا معقولة هي طلبت منك إنه تغربلهم لخمس متقدمات للوظيفة؟ للأسف إيه. عليه العوض ومنه العوض. راح شبابك يا تيم. امسوس. يا نعم. عن جد ساعديني. بشو بدي ساعدك؟ انا خايف اختار وحده ما تطلع كفوق، اتاكدي انه حتروح علي وتطلع براسي، اتاكدي من هذا الموضوع. خلص بدك تختار صح. طب شو المواصفات اللي لازم تتوفر بالكائنه الحيه يلي ممكن الاستاذ عليا تقبل فيها لتكون سكرتيرتها؟ شو؟ هاها وانت عيني. انت سالتني انا علي جاوبك عن هاي الكائن الحيه. اول باشتان لازم ما تكون خارقه الجمال وفظيعه ومثيره مشان ما تلفت النظر والا بننفهم غلط، وبنفس الوقت لازم ما تكون بشعه مشان ما تنفر العالم، وتاني باشتان لازم ما تكون غبيه لحتى تقدر تتحمل كل هذا الشغل الصعب يلي عليها، وبنفس الوقت لازم ما تكون ذكيه لدرجه انه تكون داهيه ولا بتصير بتتحش انفه بالشارده وبالوارده وبتعمل حالها ام العريف، وتالت باشتان لازم ما تكون ابدا خبرتها متواضعه لانه سلامه معرفتك يعني طاقم المجله كلياته الناس بالفعل ظراف ومرتبين، وبنفس الوقت ما لازم كمان تكون خبرتها كثير طويله على مدى سنوات يعني تفوق عمر المجله ولا بتضيع بالعجقه. مو بس هيك، رابع باشتان مو كمان تكون نية وعاقلة زيادة عن اللزوم
وبنفس الوقت ما تكون كمان وحده معشقة وضويجه. لا مسوس لا، انت عم تعجزيني معجزه، يعني لا طويله ولا قصيره، لا نحيفه ولا سمينه، لا ذكيه ولا غبيه. ماشي يا مسوس، انا ناقصني جنان. مو معقول هالشب يا ربي، مو معقول، بس لذيذ عن جد لذيذ. استني يا ابن ربيع، انا بفتحها اكيد. غنوشي غنوشي،